طور الدراسي يا سيدي. بالنسبة هذه أهلية تعتبر أقدم أهلية في المدن الوطنية. حتى أصبح مجسدا على يا أيها المدخول الفرنسي بعد المشروع تاريخ صور المشروع تاريخ صور هذه ديكونومي انا رايت خدم ولايه معسكر وقد اخترتها كاول زياره لرمزيتها التاريخيه الامير عبد القادر كشخصيه وطنيه وشخصيه دوليه وكذلك ولايه معسكر عندها ايضا انواع للسياحه متعدده جدا خصوصا الحمويه بحيث حمام بحنيفيه يعتبر من أشهر الحمامات يعني على مستوى شمال إفريقيا وحقيقة في من خلال الزيارة تأكد لنا هذا الشيء وأكد لنا كذلك المسؤولون أنهم يزورونهم في السنة تقريب 7 ملايين زائر يعني وهذا الشيء في الحقيقة مهم جدا يعطي حركية ويعطي نشاط للمدينة ثم لولاية معسكر بصفة عامة ثم هذه التدشينات اليوم لثلاث فنادق الحقيقة يزيد يضفي على هذه الولاية هذا الطابع السياحي وشفنا يعني فنادق بمستوى عالي جدا من حيث الجودة من حيث الإتقان.